عاجل جدا، خطط مصرية خطيرة لتصنيع أسلحة فتاكة لهذا العام. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مسؤول كبير بالدولة، ننشر أيضا لحضراتكم بالتفاصيل في الفيديو. وعاجل رد ناري مصري ضد قرار إيران النووي. وعاجل خبر مضحك من جريدة تركية عن الجيش المصري الآن. وعاجل تعليق هام من شركة إيفر جيفن بعد قرار معاقبة هيئة قناة السويس للسفينة الجانحة. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين، ويصلوا على الحبيب محمد ورمضان كريم عليكم. ويلا نبدأ في التفاصيل. تعالوا نشوف تفاصيل أول خبر معانا وعاجل جدا، خطط مصرية خطيرة لتصنيع أسلحة فتاكة. في صحيفة طلعت اسمها Military Watch. الصحيفة دي متخصصة في السلاح والعتاد العسكري، وكشفت عن مساعي مصرية لامتلاك وتصنيع عدة منظومات متخصصة للدفاع الجوي متطورة للغاية. والصحيفة دي قالت عن مصادر مصرية: سعي مصر التي تتربع على عرش القوة العربية والإفريقية، دراسة ترخيص إنتاج عدد من أنظمة الأسلحة البيلاروسية المتقدمة بشكل محلي. وبحسب الصحيفة، ستتضمن قائمة المشتريات نقل تكنولوجيا إلى قطاع الدفاع المصري، مع التركيز على 6 أنظمة عسكرية متخصصة بتصنيع الأسلحة. واعتبرت المجلة أن قطاعي الدفاع في كل من بيلاروسيا وروسيا مترابطان بشكل كبير. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان حاليا اللي بيشتري اسلحة من روسيا بيتوقع عليه عقوبة القانون الامريكي اللي هي كاتسا، وده طبعا يعني ممكن يدخل مصر في مشاكل كتيرة. ولكن زي ما حضراتكم عارفين برضو ان روسيا وبيلاروسيا تقريبا يعني زي ما تقولوا كده، بيلاروسيا جزء من روسيا، واسلحة روسيا هي اسلحة بيلاروسيا، ويتم تطويرها ايضا في بيلاروسيا تطوير كبير ومتقدم. وفي علاقات بين بيلاروسيا وروسيا تاريخية من عهد طبعا الحقبة السوفيتية، وحافظتا على علاقات وثيقة منذ ذلك الوقت. بالاضافة الى ان بيلاروسيا مثلت شريكا دفاعيا طبيعيا لمصر باسلحة متوافقة للغاية مع تلك التي اشترتها مصر من روسيا سابقا. ورجح المصدر وهو يعني Military Watch، وقال ان النظام البيلاروسي الدفاع جوي متوسط المدى بوك، والذي تم توفيره للتصدير من قبل بيلاروسيا. ويتميز هذا النظام بالمرونة العالمية، بالإضافة إلى وجود مجموعة أجهزة استشعار هائلة يمكنها اكتشاف أهداف بحجم المقاتلة على بعد 130 كيلومتر، مع صواريخ قادرة على الاشتباك حتى 70 كيلومتر. وأشارت المجلة إلى أن ترخيص إنتاج أعداد كبيرة من هذه المنظومة يمكن أن يجعل شبكة الدفاع الجوي المصرية تتمتع بكثافة نارية عالية جدا. بالإضافة إلى ذلك، نقلت المجلة عن مصادر من مصر إن مصر بتدرس برضو إنتاج نظام المدفعية الصاروخية طويلة المدى بولونيز، الذي يبلغ مداه الهائل 300 كيلومتر. تحتوي صواريخ هذه المنظومة على توجيه داخلي وتوجيه عبر الأقمار الصناعية، وتحمل كل مركبة إطلاق متنقلة 8 قذائف عيار 300 ملي. كما ورد أنها قادرة على نشر صواريخ باليستية، وتشمل أنظمة الأسلحة الأخرى قيد الدراسة من طاد EMUAS بدون طيار، الذي يتم التحكم به من الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة المدرعة الناقلة أدونوك التي يتم التحكم بها عن بعد، وطائرات بدون طيار وغيرها. وبحسب المجلة، مصر إذا امتلكت مصر هذه المنظومات بالإضافة إلى الأسلحة التي تعمل على اقتنائها، سيعزز من قدراتها الدفاعية بشكل كبير. يعني هذه الصفقة لو تمت هيكون شيء عظيم جدا
وتقدم كبير جدا للجيش المصري، هيعزز بشكل كبير القوة لسلاح الدفاع الجوي. ويعني معلومة كده صغيرة، ان بالنسبة للدفاع الجوي المصري يعد من اعقد انظمة الدفاعات الجوية في العالم، ومش هقولك اللي هو اجدد شيء، ولكن اعقد شيء بالنسبة للعالم وبالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي للجيوش. أترك لحضراتكم التعليق، المصدر معانا كان من سبوتنيك، سبوتنيك صحيفة روسية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي. خبر آخر معانا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مسؤول كبير بالدولة. ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. داهمت حملة أمنية من الداخلية المصرية مكتب رئيس إحدى المدن بمحافظة الغربية في مصر، ده طبعا أثناء تواجده بالمكتب واصطحابه وأحد المقاولين قائم بأعمال مشروعات بالمدينة إلى جهات التحقيق. وقام المسؤولون بالتحفظ على عدد من ملفات المقاولات الخاصة بمشروعات المدينة دون ذكر أسباب القبض عليه. وكشفت مصادر أن الحملة دخلت مكتب رئيس المدينة بشكل مفاجئ، وتم اصطحابه وأحد المقاولين إلى جهات التحقيق. وأكدت أن هناك حالة من الترقب الشديد داخل مجلس المدينة لمعرفة مصير رئيس المدينة والوقوف على ملابسات القضية. المصدر معانا كان من اليوم السابع. احنا لازم ناخد بالنا من الحتة دي. ايه هي الحتة دي؟ الحتة دي ان مصر الآن في الوقت الحالي مفيش مكان لمسؤول فاسد، مفيش مكان لمسؤول فاسد في الحكومة المصرية. ده شيء عظيم جدا نشهد له، ان اي مسؤول فاسد بيتم القبض عليه في الوقت الحالي من قبل الرقابة الإدارية. هذا الامر في منتهى الأهمية وشيء جميل جدا ان ما يبقاش في مسؤولين فاسدين في الحكومة المصرية. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا نشوف مع بعض خبر آخر وعاجل، خبر مضحك من جريدة تركية عن الجيش المصري. ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. وكالة الأناضول التركية طلعت وقالت عن مسؤول عسكري ليبي يتهم فيه الجيش المصري بتوريد شحنة من الأسلحة والذخائر لقوات البشير خليفة حفتر تحت غطاء تقديم مساعدات طبية لليبيا. طبعا أنا يعني أبص لهذا الخبر واضحك جدا. ليه؟ لأن وكالة الأناضول التركية تابعة للحكومة التركية وتابعة لأردوغان، فإيه اللي يعنيها أنها تنقل خبر زي ده إلا لو هي ليها تواجد داخل الأراضي الليبية. يعني تركيا الآن بتحاول أنها تقرب لمصر، تركيا الآن بتحاول أنها تقرب لمصر، وأردوغان بيتودد للسيسي ويعني ناقص يبوس إيد. ولكن يعني لما بص الخبر زي ده أقول إن تركيا لسه عندها حلم التوسع، لسه تركيا عندها حلم التوسع. إنها تتقرب لمصر ده مش معناه إن حلم التوسع عندها يعني انتهى، لا، ده حاجة راسخة في عقول من يحكمون تركيا في الوقت الحالي. وتعالوا نكمل البيان اللي نشرته وكالة الأناضول. وحسب الأناضول فإن الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجوفرة الهادي ضراه قال لمراسل الأناضول إن الطائرتين المصريتين اللتين هبطتا في مطار مدينة سبها تحملان شحنة من الأسلحة والذخائر مخبأة تحت الأدوية لدعم المشير خليفة حفتر. طب هو ايه المشكلة يعني لما الجيش المصري يساند الجيش الليبي؟ هل دي فيها مشكلة؟ يعني هل في مشكلة لما يبقى في ترابط بين البلدين ما بين مصر وليبيا؟ هل فيها مشكلة ان احنا ندعم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر؟ مش لاقي اي مشكلة. هي المشكلة هنا في تدخل صحيفة الأناضول او وكالة الأناضول في امر لا يعنيها. انقلي اخبار خاصة بتركيا، ليه بتتدخلي في ليبيا مع ان اصلا ملكيش الحق انك تتكلمي عن ليبيا؟ ولكن برضو يعني اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. واكمل لكم برضو البيان بتاع وكالة الأناضول، وبيقول ان في طيارتين مصريتين من طراز سي 130 اللي هي طائرات النقل العسكري هبطت وكانت نقلة مع الأدوية أسلحة وذخائر. والمصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر معانا وعاجل رد ناري مصري ضد قرار إيران النووي.
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ قلقه تجاه قرار إيران الشروع في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بأجهزة طرد مركزي متطورة. وأشار مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية إلى أن الأمين العام يرى في هذا القرار تطورا خطيرا باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير السلاح النووي، وبما يساهم في زيادة الشكوك تجاه الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل عدم الحاجة لليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأضاف هذا التطور المؤسف يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي يشهد حاليا مفاوضات حثيثة لإعادة إحياء هذه المفاوضات. وأكد المصدر مجددا على الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات في الشق النووي وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية. المصدر معانا كان من RT، يعني إيران زي ما حضراتكم عارفين إن في مشاكل بينها وبين السعودية، يعني مشكلة كبيرة لما إيران تطور سلاحها النووي ده هيشكل تهديدا مباشرا على دول الخليج العربي وأهمها السعودية، ولازم يكون في موقف دولي تجاه إيران لعدم تخصيب اليورانيوم ليصل ل 60%. تخصيب اليورانيوم ده مؤشر لاستخدامه في السلاح النووي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. خبر آخر معنا وعاجل تعليق هام من شركة إيفر جيفن بعد قرار معاقبة هيئة قناة السويس لها. قال المدير التنفيذي لشركة BSM المشغلة لسفينة إيفر جيفن التي جنحت مطلع الشهر الجاري في قناة السويس إن قرار الهيئة بإيقاف السفينة محبط للغاية، وأكدت الشركة أن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس. وكانت الهيئة أعلنت أنه تم التحفظ رسميا على السفينة إيفر جيفن بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن القناة عرضت على السفينة التي تحمل علم بنما قرابة 900 مليون دولار كتعويض، لكن الشركة المستأجرة للسفينة تفاصل في 90% من قيمة المبلغ المطروح كتعويض عن الحادث الذي عطل المجرى الملاحي في القناة لمدة 6 أيام والأضرار التي لحقت بالقناة بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة. المصدر معانا كان من رويترز. طبعا يعني بالنسبة للحجز على السفينة في منطقة البحيرات بقناة السويس هذا الأمر مهم ان احنا نحجز على السفينة عشان ناخد حقنا. لو كنا سيبنا السفينة ما كناش قدرنا نوصل لتعويض لهيئة قناة السويس، وكده انا شايف ان احنا بنضمن حقنا بشكل كبير جدا. واترك لحضراتكم التعليق ايضا على هذا الخبر. وجينا لنهاية نشرة الاخبار، كان معكم اسلام من قناتكم مصر ميديا IEB. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.